من الغربية بدولة الإمارات العربية المتحدة. التهانين والناموس لكل الفائزين. إخواني المتابعين، من يتابع الهواء مباشرة هذه الانطلاقات، ينطلق شوط جديد وهو شوطنا الثامن خاص بالقعدان، ومتابعة ممتعة مع زميلي الزعبي. الجهاز يزيدها سبق وعناد، وانكوعت صوب المنصة تزايد، عقبها على الجمهور تعرب وتنقاد ويستاهل. إذا مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، هذه انطلاقة شوطنا الثامن، ونتواصل مع هذا الشوط. المركز الأول والمقدمة وقيادة هذا الانطلاق هو الرامس لمحمد بن جار الله بن ضرمان، من يحتل المركز الأول ومقدمة هذا الشوط. ننتقل مباشرة إلى شعار الوثبة قبل لحظات، هذا شعارها من يحتل المركز الثاني مع حبشان محمد بن زايد بن محمد المنصوري، وعلى المركز الثالث التقدم على المركز الثالث من شاهين عنتر بن سالم البحيح المري، من يتواجد مع شاهين. وعلى المركز الرابع التقدم هناك من الجانب الأيمن براق من يحتل المركز الرابع، ولكن دخول وتسلل من الجانب الأيمن هناك المصمك لراشد بن سعيد، أو هنا قاصد تعود ملكيته لحمد بن محمد بن طالب بن عقيل مع قاصد، من يحتل المركز الرابع. والمركز الخامس التدخل في هذه اللحظات، من يحتل المركز الخامس الدخول هنا من مياس أحمد بن عيسى الكعبي، من يتواجد على المركز الخامس. هذه النتيجة أيها الإخوة أينما كنتم. نعود وإياكم إلى شعار بن ضرمان، شعار بن ضرمان مع المركز الأول مع الرامس محمد بن جار الله بن ضرمان المري، وشعار مشهور أو بنت مشهور، نعم شعار بنت مشهور. مشاهدينا الكرام هنا مع بن ضرمان، بينما هنا على المركز الثاني حبشان يصل على المركز الثاني محمد بن زايد بن محمد المنصوري، وعلى المركز الثالث المركز الثالث من يتقدم فيه هنا الجذاب علي بن سالم بن سنيد الدعية في أول نداء له في هذه اللحظات. والمركز الرابع وصول وتقدم من عيا لراشد بن شفيع الفيدة المري، وعلى المركز الخامس التقدم من المركز الخامس في هذه اللحظات، من يتقدم هنا الوصول من هداد حمد بن فهد بن خديعه المري. هذه النتيجة، هذه نتيجتنا أيها الإخوة أينما كنتم، نتيجتنا للمراكز الخمسة الأولى المتقدمة. نعود وإياكم إلى مقدمة هذا الانطلاق، غير بن سنيد، بن سنيد غير مقدمة هذا الانطلاق مع الجذاب، الجذاب علي بن سالم بن سنيد الدعية، من غير مع الجذاب. والكيلو الأخير، الكيلو الأخير يا أبو سالم، الكيلو الأخير. نتابع المركز الثاني ومن يتقدم على المركز الثاني. هنا الوصول والتقدم في هذه اللحظات من عيا راشد بن شفيع ألف هيدا المري، وعلى المركز الثالث تقدم ووصول أيضا من شعار من يحتل المركز الثالث. يبدو لي هذا شعار بن نايفة أو هنا بن سلامة، نعم شعار بن سلامة رياض بن سالم بن علي بن سلامة الهاجري، من يتواجد على المركز الثالث والمركز الرابع. وصول وتقدم أيضا في هذه اللحظات من قبل مرمي لحمد بن محمد بن طالب الصعاك. هذه النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. نعود وإياكم إلى مقدمة هذا الشوط الجذاب، الجذاب لعلي بن سالم بن سريد الدعية. يا سلام يا سلام عليك يا أبو سالم، روح يا أبو سالم، الجماعة أراهم يقتربون، يقتربون الجماعة. الله هو للواصلين، شواش 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 شواش، وصلك شواش يا ابن سريد، وصلك شواش شواش
الناموس شواش شواش شوش للناموس يشوش لأجل الناموس هذا هو شواش 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 مع الناموس شواش مع الانطلاق الأول سالم بن مبارك بن محمد النابت شواش تهانينا والناموس لمالك شواش من شاش لأجل الناموس سالم بن مبارك بن محمد النابت المرين وهني المركز الثاني يصل على المركز الثاني مشاهدينا الكرام مهاوش لعلي بن سالم المسهلي أما المركز الرابع وصل على المركز المركز الثالث وصل فيه الجذاب لعلي بن سالم بن سنيد الدعية المركز الرابع وصل على المركز الرابع راهي لبطي بن سيف الجفالي النعيمي المركز الخامس يصل على المركز الخامس معالج المبارك بن محمد الخليفة تهانينا والناموس للجميع إذا شواش مشاهدينا ومتابعينا الكرام متابعة توقيت الزمني مع شواش 6:22 89 جزء من الثانية هذا هو توقيت شواش تهانينا لسالم بن مبارك النابت المري على فوز شواش وحصوله للمركز الأول المركز الثاني 6:24 17 جزءا من الثانية هذا هو كان توقيت مهاوش لعلي بن سالم المسهلي أما المركز الثالث 28 جزء من الثانية هذا هو كان توقيت كان توقيت الجذاب لعلي بن سالم بن سنيد الدعية تهانينا له والناموس وتهانينا